يلا بسم الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم. إحنا وصلنا إلى الفصل الأخير من الكتاب اللي هو يتحدث عن الحركة الاهتزازية والحركة الموجية. بداية أول موضوع عندنا إحنا راح نتحدث به عن الحركة الدورية. أخذنا بالبداية الحركة الدائرية وأخذنا الحركة الدورانية. اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الحركة الدورية. شنو المقصود بالحركة الدورية؟ طبعاً بالبداية إحنا لكل مصطلح فيزيائي ناخذه بالبداية نخلي له فد تعريف، فحتى نشوف هنا التعريف بالنسبة للحركة الدورية. طبعاً طلاب هسه يلا جاي يدخلون فجاي تأخر شوية، يلا أشرح. على العموم الحركة الدورية هذا تعريفه، هي عندما يزاح الجسم عن موضع، لا ثواني سوري، تعريف الحركة الدورية هي اللي قبلها، هي حركة تعيد نفسها مراراً وتكراراً بفترات زمنية منتظمة حول موضع استقرارها، تسمى بالحركة الدورية. فإذا تعريف الحركة الدورية هي حركة تعيد نفسها مراراً وتكراراً بفترات زمنية منتظمة حول مواضع استقرارها. حتى تتوفر عندي الحركة الدورية لازم تتوفر عندي قوة نسميها بالقوة المعيدة. شنو المقصود بهذه القوة المعيدة؟ القوة المعيدة هي القوة، طبعا من اسمها مبينة، هي قوة تحاول انه تعيد الجسم الى وضعه الطبيعي او وضعه الاصلي قبل ما يتحرك. فاذا القوة المعيدة هذه اللي بالاسفل همين اقدر اخلي لها في التعريف، اقول هي قوة تعيد الجسم إلى موضع استقراره عندما يتحرك مبتعدا عنه. تعريف القوة المعيدة، القوة المعيدة هي قوة تعيد الجسم إلى موضع استقراره عندما يتحرك مبتعدا عنه. مبتعدا عنه يقصد عن موضع الاستقرار، كل ما تبتعد عن موضع الاستقرار تحاول هذه القوة المعيدة ترجع إلى موضع استقراره. هذا بالنسبة لي مقدمة بسيطة عن الحركة الدورية. الحركة الدورية هي بيها تشمل عدة أنواع، منها حركة النابض اللي دا تشوفون بالصور اللي أمامكم. حركة النابض تعتبر حركة دورية. حركة أوتار الجيتار تعتبر حركة دورية. البندول يعتبر حركة دورية أيضا، وإن شاء الله راح ناخذن هسه نشرحهن واحد واحد. أول نوع من أنواع الحركة الدورية عندنا هي الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هي حركة جسم ذهاب وإياب باتجاهين متعاكسين على جانبي موضع استقراره. هذا تعريف بالنسبة للحركة الاهتزازية، مثل ما تشوفون الصورة بالشكل الثاني. فإذا الحركة الاهتزازية هي حركة الجسم ذهاب وإياب باتجاهين متعاكسين على جانبي موضع استقراره. حتى تتوفر عندي الحركة الاهتزازية لازم تتوفر عندي مجموعة من الشروط. شنو هذه الشروط اللي لازم تتوفر حتى تصير عندي الحركة الاهتزازية؟ هي 3 شروط. الأولى لازم تكون عندي قوة معيدة. ثانيا لازم تكون عندي استمرارية. وثالثا لازم تتوفر مصدر مجهز للطاقة حتى ينطي طاقة للجسم انه يتحرك بهذه الاتجاهين المتعاكسين. فإذا بالحركة الاهتزازية عندنا شغلتين لازم نعرفهن. أول شيء التعريف، لأن هي حركة الجسم ذهاب وإياب على جانبي موقع استقراره. وثانيا لازم أعرف شروط توفر الحركة الاهتزازية أو شروط توليد الحركة الاهتزازية، هي 3 شروط. أول شيء قوة المعيدة، ثانيا استمرارية، وثالثا مصدر مجهز للطاقة. بعدها عندنا موضوع اللي هو الحركة التوافقية البسيطة. شو المقصود بحركة توافقية بسيطة؟ حركة توافقية بسيطة هي حركة دورية تكون لمسافات قصيرة. مثلا حركة النابض، النابض لما احنا نعلق بيه فد كتلة معينة
وبعدها نرفع هذه الكتله عنه، تلاحظ بانه اكو حركه بالسبرينج مال النابل، تلاحظ بانه اكو فد حركه بسيطه اللي هي حركه صعود ونزول. هذه الحركه تسمى بالحركه التوافقيه البسيطه. اللي يهمنا من هذا الموضوع انه طبعا هذا بالبدايه الشرح دي يوضح لكم هي نفس الفكره هسه اللي حكيناها، فكره النابض والحركه مالته اللي تكون بصوره قليله فتسمى بالحركه التوافقيه البسيطه، يعني ممكن انه واحد يقراها للاستفاده. بس اللي يهمنا احنا من هذا الموضوع انه القوه المعيده هنا بهذه الحركه التوافقيه البسيطه شلون ممكن احسبها؟ ممكن أنه أحسبها من خلال هذا القانون اللي موجود أمامكم اللي هو F يساوي سالب K على سالب K مضروب في X. F تمثل لي القوة المعيدة، F تمثل لي القوة المعيدة وتقاس طبعا بوحدة نيوتن، لأنه أي قوة فيزيائية تقاس بوحدة نيوتن. X هي الإزاحة اللي راح يتحركها هذا السبرينج مال النابض، مو راح يتمدد، فش قد ممكن إنه راح يتحرك لإزاحة، هذه تمثلها X. K يمثل لي ثابت النابض. إذا تتذكرون العام لما كنتوا بالرابع هم كان عندنا موضوع عن النابض، وقلنا بأنه كل نابض إلى قدرة تحمل تختلف عن بقية النوابض. هذه قدرة التحمل تسمى بثابت النابض، يرمز لها بالرمز K. السالب اللي موجود بالقانون احنا مو عندنا قلنا بانه راح تكون قوة معيدة، قوة معيدة تحاول انه ترجع الجسم الى وضعه الاصلي، فاذا هي تحاول انه ترجع باتجاه معاكس لاتجاه الحركة. بما انه اتجاه القوة المعيدة عكس اتجاه الحركة فحطينا الاشارة السالبة. هذا كل ما يخص القانون الأول بالنسبة للحركة التوافقية البسيطة. عندنا ملاحظة موجودة بالأسفل يقول إن مقدار القوة المعيدة يتناسب طردياً مع مقدار الإزاحة وتكون باتجاه معاكس لها. مقدار القوة المعيدة اللي هي F تتناسب طردياً مع مقدار الإزاحة اللي هو X. كل ما زادت X كل ما زادت عندي القوة المعيدة، يعني كل ما أتحرك النابض إزاحة أكبر كل ما زادت عندي القوة المعيدة اللي تحاول أن ترجع الجسم إلى موضعه الأصلي. فالعلاقة بيناتهم علاقة طردية بثبوت طبعا ثابت النابض، هذا رقم ثابت ما نقدر إحنا نتلاعب. زين، هنا عندي تعريف بالنسبة للحركة التوافقية البسيطة. التعريف يقول الحركة التوافقية البسيطة هي حركة اهتزازية على خط مستقيم تتناسب فيها القوة المعيدة والتعجيل الناتج عنها طردياً مع الإزاحة الحاصلة للجسم المهتز عن موضع استقراره وباتجاه معاكس له. الحركة التوافقية بسيطة هي حركة اهتزازية على خط مستقيم تتناسب فيها القوة المعيدة، يعني هي F تتناسب مع X اللي هو راح يمثل لي التعجيل، تتناسب معها تناسب طردي، القوة المعيدة والتعجيل الناتج عنها يتناسب طردي مع الإزاحة، يتناسب هو مع X، فبالتالي راح تتوفر عندي حركة توافقية بسيطة والاتجاه مالتهم طبعا راح يكون باتجاه متعاكسين. عندنا تجربة حتى نثبت حركة الحركة التوافقية البسيطة انه شلون راح تكون بيانيا حركة البندول مثلا او حركة اي جسم بحركة توافقية بسيطة. بالنشاط مالتنا احنا لازم طبعا اول شيء نذكر ادوات النشاط اللي راح نستخدمها. فبدايه انه انا عندي لازم استخدم جسم كتلته ام ونابض حلزوني وقلم يتحرك على شريط ورقي بياني ملفوف حول اسطوانه محورها شاقولي. اذا عندي ثلاث شغلات او اربع ممكن اللي استخدمها، هي الجسم كتلته ام ونابض حلزوني وقلم
يتحرك على شريط ورقي بياني، ولازم تكون عندي يعني فد ورقة أو أسطوانة تحتوي على ورقة حتى نرسم بيها الحركة اللي راح تطلع عندي. خطوات النشاط شنو راح نسوي؟ أول شيء راح نربط هذه الكتلة، راح نربطها بالجزء هذا مال النابض الحلزوني بالجزء الحر مالتها، راح أعلق عندي الكتلة مالتي. وبالكتلة أيضا لازم أثبت في القلم، المفروض يكون قلم صغير حتى ما يأثر على الكتلة اللي أنا حاطها. بعدها هذا القلم لازم يلامس رأس شريط الورق البياني اللي أنا حاطه. بعدها راح أسحب الكتلة إلى الأسفل وأتركه بعدين يتحرك حركة يعني بحرية، وأسحب هذا الشريط الورقي، فراح ألاحظ بأنه القلم راح يرسم لي منحني يعني مماثل لحركة منحني الساين والكوساين إذا ما أخذيها بالرياضيات. إذا ما أخذيها فالشكل راح يكون بهذا الشكل، يعني كأنما قمم وقعور. هذه بالنسبة للنشاط مالتنا. أعيد النشاط بالنسبة للحركة التوافقية البسيطة. بالحركة التوافقية البسيطة لازم أستخدم 4 أدوات نشاط، اللي هو جسم كتلته أم، ونابض حلزوني، وقلم. راح يتحرك هذا القلم على شريط ورقي بياني ملفوف حول أسطوانة محورها شاقولي. هسه نجي على خطوات العمل. أول شيء نربط الكتلة مع النابض، ونثبت القلم مع هذه الكتلة بشرط أنه رأس القلم لازم يلامس الورق البياني. بعدها أسحب هذا النابض إلى الأسفل وأتركه يتحرك بحرية. بنفس الوقت أحرك هذه الأسطوانة الورقية، راح ألاحظ بأن القلم راح يرسم لي منحني ساين أو منحني الكوساين اللي ماخذي بالرياضيات، اللي هو قلنا بهذا الشكل تكون عندي قمة وقعر، قمة وقعر، وهكذا. هذا هو تمثيل الحركة التوافقية البسيطة. من خلال هذا الكلام أقدر أستخلص من عنده فد مصطلحات مهمة ممكن أنه نستخدمها بدراستنا. شنو هذه المصطلحات؟ أولاً أنه الهزة الكاملة، هو ما راح يتحرك حركة اهتزازية، فالهزة الكاملة هي حركة الجسم المهتز عند مرور بنقطة معينة على مسار حركته مرتين متتاليتين وبالاتجاه نفسه. الهزة الكاملة هو عندما يتحرك الجسم عند مرور بنقطة معينة على مسار حركته مرتين متتاليتين وبنفس الاتجاه. سعة الاهتزاز، هذا طبعا التعريف الثاني، سعة الاهتزاز هي أعظم إزاحة للجسم المهتز عن موضع استقراره. إحنا قلنا قبل شوي أنه راح يرسم لي عبارة عن قمم وقعور، فإنه أعلى قمة إيش قد وصل لها، إيش قد حقق الإزاحة، هذه تسمى بسعة الاهتزاز. التعريف الثالث اللي عندنا هو الزمن الدوري. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لإتمام هزة كاملة. بالنسبة للقانون مالته هذا تركه لأنه ما راح نستخدمه، ما عندنا حلول عليه. فقط اللي يهمنا هو التعريف ويهمنا الرمز. فالزمن الدوري هو الزمن اللازم لإتمام هزة واحدة. آخر تعريف عندنا بهذا الموضوع هو التردد. شنو نقصد بالتردد؟ هو عدد الاهتزازات اللي يهتزها الجسم بالثانية الواحدة، وتقاس بوحدة هرتز. هذه هنا بالنسبة للتردد، سواء جتكم هسه تجيكم بالسنة الجاية بالفيزياء، ممكن تجيكم بمرحلة الكلية، دائما التردد يقاس بوحدات الهرتز ومضاعفاته. هذه هم خلوها فد معلومة ممكن تفيدكم بالفيزياء بشكل عام. فإذا التردد هو عدد الاهتزازات التي يهتزها الجسم في الثانية الواحدة ويقاس بوحدة الهرتز.
هذا بالنسبة للحركة التوافقية البسيطة. الموضوع اللي بعده هو العلاقة بين الحركة الدائرية المنتظمة والحركة التوافقية البسيطة. هذا تركو ما راح يفيدنا لا بدراستنا هسه ولا بدراستنا بعدين، فهذا الموضوع ترك. نجي على موضوع البندول البسيط. شنو المقصود بالبندول البسيط؟ أول شيء خلي نعرف إحنا هو البندول من شنو يتكون. البندول البسيط يتكون من كرة معلق في نهايتها خيط طول L مهمل الوزن وغير قابل للاستطالة، ومثبت طرفه الآخر بنقطة ثابتة هو يرمز لها بالرمز، وهو مثل ما موجود عندنا بالشكل 8. يعني هسه أنا لو أجي على الرسم مالتنا أقدر أقول بأنه هذا عندي بندول بسيط معلق في، طبعا هذا راح يتألف به خيط ومعلق به هذا الخيط كرة في نهاية هذا الخيط من أحد أطرافه، بينما الطرف الأول لازم يكون مثبت بنقطة ثابتة، ممكن أنه يثبت بحائط، ممكن يثبت بقطعة حديد أو غيرها، المهم أنه هذا ما يتحرك. هذه هي مكونات البندول البسيط، وراح يتحرك حركة اهتزازية بعدها لما يعني تجي قوة مجهزة للطاقة المالته، فراح يتحرك حركة اهتزازية حول موضع استقراره. موضع استقراره هو هذا يقصد به النقطة C، لأنه لما يخلص الحركة مالته ما راح يستقر على هذا الطرف A ولا على الطرف B، فقط أنه راح يستقر على C، فإنه يتحرك حركة اهتزازية حول موضع استقراره. إحنا قلنا بداية حديثنا بأنه بداية الفصل بأنه لما تكون أنا عندي حركة دورية لازم تتوفر عندي قوة معيدة. القوة المعيدة بالنسبة لحركة البندول هي قانونها F يساوي سالب M G ساين ثيتا. وفرقوا لما نستخدم نابل عن لما نستخدم البندول البسيط. لما نستخدم نابض قلنا F يساوي سالب KX، بينما هنا لما نستخدم البندول لازم يكون القانون مالتنا F يساوي سالب MG ساين ثيتا. ساين ثيتا في حال أنه إذا صار امتحان ساين ثيتا أنا أعطيكم إياها بالسؤال، G لازم أن تحافظي اللي هو التعجيل الأرضي، وام راح يمثل لي الكتلة، كتلة الكرة المعلقة بهذا البندول المتحرك. نعم صار تريد التعجيل الأرضي مال إنه بالضبط لو نحط 10 يعني تقريبي. حسب السؤال، إذا أنا منطقي قاعد لك استخدم 10، إذا 9.8 استخدم 9.8. ما حددت أنت مخير بعد. شكرا أستاذ. عفوا. قانون ثاني راح نستخدمه بحل المسائل، وقانون جدا مهم اللي هو قانون الزمن الدوري. قانون الزمن الدوري هو هذا اللي هو T يساوي 2 باي تحت الجذر L على G. زين T احنا نعرف بأنه هو يمثل لي الزمن الدوري، 2 باي هاي ثوابت، الباي يا إما 3.14 أو 22 على 7. L راح يمثل لي طول الخيط، طول الخيط مال البندول، وقلنا احنا G هو راح يمثل لي التعجيل الأرضي. راح ناخذ مثال عن هذا القانون. المثال الأول يقول بأنه أنا عندي ساعة بندولية طول خيطها 1 متر، احسب الزمن الدوري لها إذا كان بندولها يتأرجح ذهابا وإيابا بحركة توافقية بسيطة، علما أن G يساوي 9.8. شوفوا هنا أنا هو محدد لي أنه لازم أستخدم G هي 9.8، لو ما محدد لي أنا بكيفي أي واحد أستخدمه هيكون صحيح. زين شنو منطيني بعد معطيات بالسؤال؟ قايل الساعة بندولية طول الخيط، منطيني طول الخيط معناها L، احسب الزمن الدوري يعني لازم نحسب T إذا كان بندولة يتأرجح ذهابا وإيابا بحركة توافقية بسيطة، وهو منطينا جي.
القانون مثل ما قلنا بأنه تي يساوي 2 باي ال على جي طبعا تحت الجذر. فأجي أنزل تي يساوي 2 باي تنزل مثل ما هي، نزل الأرقام تحت الجذر 1 على 9.88. هنا هو مطلع لي الناتج 2. شلون صار الناتج 2؟ لو تجون تحسبوها هنا أنا راح أسوي لكم فد خطوة لخ، تي تساوي 2 لما أجي أضرب أول شيء طبعا إحنا راح نقسم 1 على 9.8 راح يطلع لي فد رقم معين. خلي نقول إذا حسبناها بالحاسبة لو نأخذها 10 راح يكون 1/10، 1/10 راح يطلع لي 1/10. زين أخذ الجذر لواحد بالعشرة وأضربه في باي راح يطلع لي تقريبا أو بالضبط راح يطلع لي 0.99%، وياها طبعا بعد رقم. فصفر بوينت تسعة وتسعين هو مقربها نسويها واحد، واحد ضربها في اثنين يطلع عندكم 2. فلما تجون تقرون الموضوع في حال انه اذا ما طلع لكم 2 عادي ماكو اي مشكله، لانه هو هنا مقرب الناتج، الناتج مال هذا الجذر مضروب في الباي راح يطلع عندنا 0.99%. 0.99% مقربها نسويها 1، 1 في 2 طالع عندنا 2. جدا بسيطه المسائل بالنسبه لهذا الفصل، وراح تشوفون ان شاء الله. الحركة التوافقية المضمحلة هذا همين الموضوع يعني لا راح نستخدمه بدراستنا الحالية ولا المستقبلية، فهذا همين يترك. حركة التوافقية المضمحلة آخر موضوع، طبعا قبل آخر موضوع الحركة الموجية، حركة الموجية همين خلينا نتركه يعني هو عبارة عن فقط التعريف، هذا همين نتركه ما بي أي مشكلة. نأخذ النبضات في وتر. النبضات في وتر هو آخر موضوع راح نأخذه بمحاضرتنا لهذا اليوم. شنو نقصد بالنبضات في وتر؟ مثلا خلينا نفرض بأنه أنا لازم حبل بإيدي، وطبعا هذا الحبل لازم يكون مثبت بطرف الآخر مثبت بنقطة ثابتة. لما أجي أني وأهز هذا الحبل بإيدي راح ألاحظ بأنه راح تتولد عندي قمة تتحرك إلى أن تصل إلى نهاية الحبل وبعدها تختفي. هذه القمة اللي تولدت نسميها نبضة. فلذلك النبضات في وتر، خلي نعتبر بأن هذا الحبل هو وتر وهذا اللي تولدت تسمى نبضة. هنا عندنا تعريف بالنسبة لسعة النبضة. هذا هو هنا أقصى، تسمى أقصى إزاحة للجزيئات عن موضع استقرارها بالسعة أو سعة النبضة. أعلى ارتفاع راح توصل هذه النبضة اللي هسه تكونت من الحركة تسمى ب سعة النبضة. زين هذه النبضة اللي هنا راح تتحرك وفق سرعة معينة خلال زمن محدد. هذه السرعة ممكن انه اني اتحكم بها او لا من خلال عاملين مهمين اللي هو موجود عندنا بنهاية الصفحة. ممكن انه يجينا السؤال على ما يعتمد انطلاق الموجة في الوتر، يعتمد على عاملين مثل ما قلنا، الأول هو قوة الشد في الوتر، وثانيا كتلة وحدة الطول من الوتر، أو أقدر أقول هي الكثافة الطولية بالنسبة للوتر. فإذا السرعة اللي راح تتحرك بها النبضة تعتمد على عاملين، الأول هو قوة الشد في الوتر، وثانيا هو كتلة وحدة الطول، أو أقدر أقول الكثافة الطولية اللي يرمز لها بالرمز ميو. ميو مثل ما مكتوب هذا الرمز اللاتيني أمامكم. نجي على القوانين اللي راح نستخدمها بالحل. أهم قانون عندنا واللي هو راح نستخدمه بالمسائل مالتنا هو هذا القانون الأخير.
إذن البقية هيك، يعني مثلا الميو يساوي ام على ال، هذا ما راح نستخدمه ولا هذا، راح نستخدم هذا فقط. V تساوي T على M على L. هذا القانون ممكن أني أقدر أكتبه بصيغة ثانية، اللي هو ممكن أقول بأنه V تساوي تحت الجذر، دائما عندنا بالرياضيات مقام المقام هو بسط، فبالتالي راح يكون T في L على M. هذه الصيغة هي بالضبط نفس هذه الصيغة، حتى لا تدخل بها لما نحل المسائل، مجرد أنه هذا المقام بالنسبة للمقام أصلا صعد فوق وصار بسط، وأعتقد ما أخذها بالرياضيات مقام المقام هو بسط، فيصير عندي القانون V يساوي T L على M. زين، عندنا بعد تعريف من التعريف المهمة، أنه البعد بين كل قمتين متتاليتين أو قعرين متتاليين يسمى بالطول الموجي ويرمز له لمدة. البعد بين كل قمتين متتاليتين أو قعرين متتاليين يسمى بالطول الموجي، واللي هو نرمز له بالرمز لمدة. زمن الدورة الواحدة إحنا ماخذيه سابقاً، اللي هو قلنا نرمز له بالرمز T. التردد هم يعني أخذناه قبل شوية، وقلنا بأنه الرمز مالته هو F، وماخذيه حتى بالحركة الدائرية، أتذكر اللي كان قانون F يساوي 1 على T، نفس القانون اللي أخذناه بالحركة الدائرية. زين، آخر شيء بقى عندنا أنه بس نأخذ المثال بالنسبة ل النبضات في الوتر، اللي هو المثال الثاني. المثال الثاني يقول وتر جيتار كتلته 20 غرام وطوله 60 سنتيمتر، ما مقدار قوة الشد اللازمة في الوتر لكي تكون سرعة الموجة فيه 30 متر على ثانية؟ زين، أول شيء خلينا نشوف وشنو منطينا من معطيات في السؤال. قايل لي وتر جيتار كتلته 20 غرام، الكتلة احنا نرمز لها بالرمز M، فإذا منطيني M، وطوله 60 سنتيمتر، 60 سنتيمتر يعني L، ما مقدار قوة الشد اللازمة في الوتر؟ ما مقدار قوة الشد يعني يحتاج من عندي T، أوجد T إذا كانت سرعة الموجة فيه منطينيها اللي هي V. زين، يعني M موجودة و L موجود و V موجود، فقط لازم نوجد T. إحنا القانون الرئيسي مالتنا قلنا بأنه V يساوي تحت الجذر T على M على L. بعدها طبعا هو مسوي عدة خطوات بس ما ذاكر لكم إياها. بعدها هو هنا بالتربيع ماخذ هذا التربيع، وبعدين مرتب المعادلة، فإذا بالتربيع خلنا نسوي لكم إياه هنا، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير V تربيع يساوي حتى يتخلص من الجذر، طبعا خاف واحد يسأل ليش ربعنا، حتى نتخلص من الجذر راح يصير T على M على L. زين، بعدين راح نجي نرتب المعادلة، فنقول V تربيع تساوي T L على M. بما أنه أنا أريد أوجد T، هنا طبعا راح نرجع على الخطوة اللي كاتبنا إياها هو بالكتاب. بما أنه أنا أريد أوجد T، فمن حاصل ضرب الطرفين بالوسطين أي رقم يضرب بالمجهول راح ينزل مقام، فمن مضروب مع T هو L، نزلت عندي L بالمقام، البقية كلها موجودة بالبسط اللي هو M V تربيع. بعدها راح ينزل الأرقام، هنا التحويلات هو مسويها من ضمن الحل مالتنا، ممكن أنه أنتوا تسووها بالبداية على صفحة تحولون الوحدات،
ممكن انه مثل طريقته تسووها من ضمن القانون، ماكو اي اشكال. اول شيء الكتله هو منطين اياها بالغرام، فمحولها 20 على الف في عندنا في تربيع، الفي هو منطين اياها 30، فتربيع راح تصير 30 تربيع على الطول، هو هنا منطين اياها بالسنتيمتر، حتى حول المتر نقسمها 60 على 100. بعدها بس مجرد انه نطلع الارقام مالتنا، 20 على الف راح يروح هذا الصفر مع هذا الصفر، بقت 2 على 100 معناها 2%. 30 في 30 900 نزلها، في 0 مع هذا الصفر راحت 6 على 10، فالناتج راح يكون 6 بالعشرة. إذا صارت عندي المعادلة هي 2% في 900 على 6 بالعشرة. شلون أطلع الناتج هذا؟ أقول بأنه هذه الفارزة أشيلها وأشيل منها صفرين، إيش بقى عندي؟ بقى 9 في 2 18، راح يساوي 18 على 0.6. بعدها أشيل الفارزة وأضيف صفر هنا على 6 بيها 1، على 6 ال 18 بيها 3 والصفر ينزل، فإذا الناتج صار عندي 30 نيوتن. أتمنى أنه كل الموضوع كان واضح. لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. في حال أنه إذا عندكم سؤال تقدرون تسألون، وإذا أكو شيء ما فهمي حتى نرجع نعيده. بس سؤال، أي عين جواب؟ بالنسبة للمحاضرة مسجلة يعني أقدر أشوفها بعدين؟ أي إذا سجلها. زين أستاذ، بدون زحمة عادي من نكمل الدز الرابط على الواتساب؟ إن شاء الله، إن شاء الله أكيد. تسلم أستاذ. أستاذ بس سؤال، عيني جواب، على الفصول مال تطبيقي راح نكملها لو هم نتركها؟ هذه أعتقد راح تكون آخر محاضرة لنا، هي محاضرة اليوم، فحتى تكون الأسئلة مالتكم موحدة بالنسبة للتطبيقي والأحيائي. آه تمام أستاذ، شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. زين، لهنا تنتهي محاضرتنا. أتمنى أنه كلها كانت واضحة. في حال من تقرون الموضوع إذا عندكم شيء ما واضح هم تقدرون تسألون في حال يعني على الواتساب أو على الخاص، إن شاء الله راح أجاوبكم عليها. أعتقد اليوم راح تكون آخر محاضرة مثل ما قلت لكم. إذا التقينا فخير على خير، إذا ما التقينا فإن شاء الله أتمنى لكم كل الخير والموفقية بحياتكم وحتى بالامتحان إن شاء الله. شكرا إلى ذلك الوقت، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.